السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الحملات الاعلانية الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي. ازاي تقدر تعمل حملة اعلانية ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتستفاد منها اقصى استفادة ممكنة؟ في ناس كتير بتعمل حملات اعلانية وبتدفع عليها فلوس، وبتيجي في الاخر بتلاحظ ان هي ما استفادتش من الاعلان ده، حجم الاتصالات اللي جات لهم مش قد اللي هم كانوا متوقعينه، الطلبات اللي بتجيلهم على المنتج بتاعهم مش بنفس القدرة اللي هم دفعوا عليها الإعلان وكانوا منتظرين الرد الفعل اللي يجيلهم. فإحنا النهاردة هنعرف إزاي بنقدر نعمل إعلان ممول ونستفاد منه. الموضوع ببساطة بيتلخص في خطوات بسيطة جدا وعوامل بسيطة من شأنها إنها تنجح الإعلان أو ما ينجحش. أولاً، قبل ما تبدأ أي إعلان على موقع من المواقع التواصل الاجتماعي وليكن إنستجرام. إنستجرام هو أقوى موقع تقدر تعمل عليه حملة إعلانية ممولة، وبالتالي بيكون معاه فيسبوك، الاتنين مرتبطين ببعض، الاتنين شركة واحدة، إنستجرام وفيسبوك. الموقع بيطلب منك إنك تقدم له ما يثبت ملكيتك للنشاط اللي أنت بتسوق له. يعني لو انت عندك سجل تجاري ونشاط قائم، بتبعت لهم نسخة من السجل التجاري ده، هم بيشيكوا عليه وبعدين بيرجعوا لك بالرد، يقولوا لك اوكي خلاص الموضوع مقبول، تبدأ تعمل الحملة الإعلانية بتاعتك. اول حاجة في الحملة الإعلانية هي البوست، سواء كان صورة او فيديو. لو صورة بتحاول ان هي تكون بسيطة الى اقصى الحدود، وتكون الكلام اللي فيها قليل، ما يكونش فيها كلام كتير، علشان العميل لما عينه تقع عليها يقدر يفهم بالظبط انت عايز تقول ايه. لو فيديو ما بيزيدش عن 59 ثانية، وتحاول انك تحط فكرتك كلها في الفيديو ده. نيجي للنقطة اللي بعدها وهي عنوان الاعلان. عنوان الاعلان نفس الموضوع، يكون سهل وبسيط من كلمتين ثلاثة، بحيث برضو ان اللي عينه تقع على الاعلان يقدر يفهم انت عايز تقول ايه. نيجي للنقطة اللي بعدها وهي الجمهور اللي انت عايز يشوف الاعلان، الفئة المستهدفة. الفئة المستهدفة من الجمهور، يعني لو انت اعلانك يخص السيارات فانت بتستهدف الجمهور اللي بيتابع السيارات، لو انت اعلانك يخص العقارات فانت بتستهدف الجمهور اللي متابع العقارات. في المرحلة دي انت بتختار كل ما يخص الموضوع اللي انت بتعلن عنه. يعني لو قلنا السيارات، انت بتختار السيارات، كماليات السيارات، اكسسوارات السيارات، قطع غيار السيارات، كل ما يخص مجال السيارات. فبالتالي كل من هو متابع لمجال السيارات هيظهر له الاعلان بتاعك. نيجي للنقطة اللي بعدها وهي الفئة العمرية. مين الفئة العمرية اللي انت بتخاطبها؟ انت عندك على الموقع بيقدم لك الاعمار من 13 سنة ل 65 سنة. انت هنا بتختار الفئة العمرية المناسبة للنشاط بتاعك، وده شيء مهم جدا، لان في ناس كتير بتقول انا عايز اعلاني يوصل للناس كلها، عايز الناس كلها تشوف اعلاني. ده غلط، ده شيء مش صحيح. الصح انك تحدد بالظبط انت التارجت بتاعك مين، لان ببساطة انت ممكن الاعلان يروح للناس كلها، كل الفئات العمرية، بس نسبة كبيرة جدا منهم هم مش مهتمين بالاعلان، ما يلزمهمش، ما يفيدهمش في حاجة. فبالتالي انت ضاعت عليك فرصة ان اعلانك يشوفه حد ويكون مهتم بيه ويتواصل معاك وانت تستفاد، وللأسف راح لحد تاني هو مش مهتم بيه وعداه زيه زي اي بوست، وبالتالي اتحسب عليك. النقطة اللي بعدها وهي نوع الاشخاص اللي انت بتستهدفهم. مين اللي انت بتستهدفهم، ان كانوا رجال فقط او سيدات فقط او رجال وسيدات. بمعنى لو انت نشاطك بيخص الملابس الحريمي، فانت بالتالي بتستهدف فئة السيدات، ما ينفعش هنا تختار سيدات ورجال، او ما ينفعش طبعا تختار رجال. انا كراجل لو جالي الاعلان انا مش مهتم بيه، فبالتالي نفس الموضوع، انت خسرت عميل كان ممكن يروح الاعلان لي ويستفاد منه ويتصل بيك ويفيدك، بس للأسف راح لحد تاني وما استفادش بيه واتحسب عليك. فدي كلها نقاط احنا بنهتم بيها علشان نتأكد ونحاول نكون واثقين ان الاعلان يوصل
لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف. بعدين بنيجي للنقطة اللي بعدها وهي الموقع. ايه الموقع اللي انت بتستهدفه؟ بيبقى قدامك خيار من اتنين، يا اما تستهدف الموقع اللي انت فيه وتوسع دائرة البحث، يا اما بتختار موقع في بلد تانية او اكتر من بلد او ولاية جوه بلد. يعني مثال، احنا underground studio شغلنا في مصر والبحرين، فبالتالي لما نيجي نعمل اعلان ممول اول بلدين هنعمله فيهم هما مصر والبحرين. انت كذلك لو انت بتورد لكذا دولة، لو انت عندك منتج بتورده او بتقدم خدمة في كذا دولة، فبتختار مصر، السعودية، الامارات، ليبيا، الجزائر، لبنان، ايا كان، اي دولة اوروبية، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، ايا كان البلد اللي انت بتستهدفها واللي انت شغلك فيها. وتقدر تستهدف ولاية جوه بلد، يعني ممكن تستهدف ولاية معينة جوه امريكا اعلانك يظهر فيها بس، مش لازم يظهر في امريكا كلها. فدي كلها عوامل بتأثر بشكل كبير جدا على الاعلان الممول ونسبة رد الفعل عليه من الجمهور، لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. ونيجي لأهم نقطة دلوقتي وهي الميزانية. ميزانيتك انت اللي بتحددها على حسب امكانياتك. يعني انت بيكون قدامك من دولار لألف دولار في اليوم، بيكون قدامك من دولار لألف دولار، وبيكون عدد الأيام بالنسبة لك من يوم لتلاتين يوم. يعني أنت ممكن تعمل حملة إعلانية بعشرة دولار في اليوم على تلاتين يوم، تلتمية دولار. أنت اللي بتقدر تحدد الموضوع. ممكن تبدأ بحملة إعلانية بخمسة دولار في اليوم على عشرين يوم بمية دولار، على حسب إمكانياتك. إمكانياتك 50 دولار، 100 دولار، 30، 1000، أنت اللي بتحدد إمكانياتك. وعليه بتظبط إعلانك النسبة ليوم بتدفع له كام على عدد الأيام. بنيجي لنقطة تانية وهي الموقع بيخيرك، بيقولك أنت عايز إعلانك اللي يدوس عليه ويشوفه يروح على فين. يروح على البروفايل بتاعك، يروح على لينك انت بتحطه له، سواء الويب سايت بتاعك او اليوتيوب شانل، اي موقع انت عايز العميل مجرد ما يدوس كليك على الاعلان يروح على اللينك اللي انت بتحطه، او انه هو مجرد ما يدوس كليك يجيله صفحة المسج يقدر يبعت لك مسج بينه وبينك. بيكون قدامك ثلاث خيارات، يا يطلع على البروفايل بتاعك، يا انت بتحط له لينك معين يدخل عليه سواء الويب سايت بتاعك او اليوتيوب شانل او اي شيء، او ان هو دايركت مسج منه ليك على طول. دي كلها عوامل زي ما قلنا مؤثرة جدا على الاعلان الممول. وفي ملحوظة عايزين نقولها، كل اللي قلناه ده بيكون بعد خطوة مهمة جدا، وهي انك اول ما بتبدأ الاعلان الموقع بيخيرك ان كان هو اللي يدير لك الحملة الاعلانية او انت اللي تديرها. هنا بتقول له لا شكرا، انا هدير الحملة الاعلانية بتاعتي، انا هشوف مين الجمهور المستهدف وانا هستهدفه باسلوبي. ما تخليش الموقع هو اللي يستهدف الجمهور، انت ادرى بالمنتج بتاعك وانت ادرى بالجمهور اللي انت بتستهدفه، بالفئات اللي انت بتستهدفها. انت هتكون مدير للحملة الاعلانية اذكى بكتير من الموقع لما يديرها لك. دي مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. وبكده نبقى عرفنا ازاي نقدر نعمل حملة اعلانية ممولة ونستفاد منها اقصى استفادة ممكنة. ولو في اي حد عنده اي استفسار عن اي شيء هنكون سعداء جدا حضراتكم تتواصلوا معنا عن طريق الكومنتس على اليوتيوب، عن طريق ارقام موبايلاتنا في كل مكان. هنكون سعداء جدا وشكرا جزيلا، ونتقابل في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.